اهلا بحضراتكم من جديد. ويمكن زي ما اتكلمنا النهارده لما فرقه زي دي تحافظ على فرقه تنس الطاوله السعوديه تحافظ على البطوله العربيه 3 سنين ورا بعض، اكيد الكلام ده ما كانش وليد اللحظه. وعايز اقول ان حتى لاعبه بقيمه دينا مشرف، يعني احد افضل لاعبات التنس الطاوله على مدار التاريخ في مصر، لما يبقى عندها عقد احتراف النهارده النادي الاهلي يكلمها قبل بدايه الموسم ويطلب منها انها تكون موجوده النهارده لان المنافسه شرسه، وتفضل النادي الاهلي انها تحترف في فرنسا برغم انها كان جاي لها عقد مغري جدا فرنسا، اكيد لازم يكون ده النتيجه ان احنا نكسب ويبقى الروح عاليه جدا. والمدير يعني فرصه ان يكون معانا لاعبتنا نجمتنا الكبيره دينا مشرف عبر الهاتف. ازيك يا دينا؟ الحمد لله. اهلا، ازي حضرتك؟ الف مليون مبروك وحاجه جميله الاداء والالتزام، وبنشكرك عليها دينا والف مليون مبروك. ميرسي جدا، الله يبارك في حضرتك. يمكن دينا عايزين نوضح اكتر، يمكن السنه دي كان عندك عقد في فرنسا، ويمكن كنت بكلم قبل الهوا مع كابتن عادل ان العقد ده كان جاي لك وكان عقد مغري، ولكن عندما اتصل بيك او الناس المسؤولين في النادي الاهلي طلبوا وجودك ما تاخرتيش لحظه. كلمينا عن كواليس الموضوع ده. هو الحقيقه انا الفتره اللي فاتت الكام سنه اللي فاتوا كنت فعلا يعني محترفه مع نادي فرنساوي، وقبلها كنت مع نادي الماني. كنت محتاجه ان انا اخوض التجربه دي والعب ماتشات اكثر جامده مع ناس، يعني الدوري جامد جدا هناك. وفعلا يعني الحمد لله استفدت جدا من التجربه، بس حسيت بقى دلوقتي ان يعني شويه بدات افكر بطريقه مختلفه، ان انا يعني مع زياده بقى الماتشات، في ماتشات كتير قوي تبع الاتحاد الدولي والدبليو تي سي، فوقفت بقى الاحتراف ده عشان ابقى موجوده شويه في مصر. وطبعا اكيد اول ما هبقى موجوده في مصر اكيد هلعب مع النادي يعني. وحقيقي فعلا مبسوطه جدا بالخطوه دي، ومبسوطه ان انا كمان اكيد مع كابتن عادل شومان بالذات يعني. حقيقي ما هو واضح يعني الروح اللي ما بين الجهاز الفني واللاعبات. طب دينا يمكن هاخدك للبطوله العربيه، البطوله كانت صعبه، كان في مباريات قويه، نادي العالي البحريني كان مستعين بافضل لاعيبه في اوروبا، يعني كانت المباريات صعبه. شايفه البطوله السنه دي ازاي يا دينا؟ والله زي ما حضرتك قلت، طبعا هو اجمد ماتش كان ماتش البحرين ده، عشان كان معاهم برنادات اللي هي لسه من شهرين ثلاثه كسبانه تشان مونج بطله الاولمبياد اللي فاتت. ف يحط علينا شويه ضغط كده ان احنا ايه، ما ينفعش خلاص نخسر اي ماتش تاني، عشان لو لا قدر الله برنادات جابت الماتشين خلاص ما فيش اي مجال ان احنا نخسر اي ماتش تاني. فبيبقى في كده سن الضغط كان موجود فعلا في النهائي بسيط، بس الحمد لله الحمد لله بالفرقه بتاعتنا. ما شاء الله معانا هنا جودة، ما شاء الله نادين، لا يحيى، رؤى، ساره، كله ما شاء الله. انا كان عندي ثقه بصراحه، والحمد لله البطوله عدت على خير يعني. الحمد لله. يعني يعتبر كل ماتشاتنا ما عدا النهائي خلصانين كويس يعني، كاسبين بارتياح الحمد لله. طب دينا انت مسافره بكره انا سمعت صح؟ بكره مسافره ان شاء الله يوم السبت. السبت ان شاء الله، يعني كمان يعني 4 5 ايام. طيب انت مسافره رايحه فين ان شاء الله؟ جنوب افريقيا ان شاء الله، بطوله تبع حاجه تبع الاتحاد الدولي يعني. الاتحاد الدولي، هل عندك مباريات؟ كم مباراه هناك ومين اللي بينافسوك؟ يعني كلمينا تفاصيل عن مبارياتك في جنوب افريقيا. هو ان شاء الله في 32 لاعيبه جوه المين درو، فهنبدا ان شاء الله من دول 32. هي بطوله اسمها كونتندر، بتبقى هو في كذا تقسيمه كده الاتحاد الدولي عاملها، فبس فدي واحده منهم يعني. طبعا كله بيبقى علشان الرانكينج يعني، كله بيبقى بيفرق في الرانكينج، ومشاكل كتير بتبقى مهمه علشان التصنيف يعني. طب دينا انت تصنيفك كام دلوقتي؟ يعني وصلتي، انت كنت وصلتي لترتيب عالي في الثلاثينات على ما اقصد اظن، او في العشرينات انا مش فاكر بالظبط، معلش لو خانتني الذاكره. وكان ده افضل ترتيب لافضل ترتيب للاعيبه مصريه في التاريخ. والترتيب ده بيتغير من وقت للتاني، ترتيبك فين دلوقتي؟ انا الاسبوع ده الحمد لله ال 28، ده افضل حاجه انا وصلت لها يعني. ما شاء الله ما شاء الله، وده بيتهيألي افضل تصنيف حتى وصلت له اي لاعيبه مصريه على يعني لو ما خانتنيش الذاكره. الحمد لله الحمد لله اكيد. طب انت اكيد عندك لسه طموحات يا دينا، اكيد لسه عندك حاجه عايزه تقدميها، ايه اللي انت عايزه تقدميه؟ والله كنت عايزه يعني، انا حاليا انا مركزه اساسا ان انا احاول ان انا اعلي مستوايا على قد ما بقدر، بحاول اعمل معسكرات كل ما بتيجي فرصه بره مصر خصوصا في اسيا، وبحاول استمتع بقى باللعب شويه يعني، اخدها كده يعني. فعلا الواحد هو بيلعب هو مستمتع اعتقد بيطلع احسن حاجه يعني، ف
فبحاول استمتع واعمل اللي عليا وزي ما قلت لحضرتك معسكرات، وبالتالي ان شاء الله ان شاء الله ممكن لما الواحد بيركز على ان هو يحسن من نفسه ويعالج الاخطاء والحاجات دي ان شاء الله المفروض انها تترجم بقى في نتائج وتصنيف اعلى وهكذا يعني ان شاء الله. دينا انا شايف ما شاء الله الحمد لله انت نضجتي فنيا بشكل كبير وبقيتي عارفه ما شاء الله انت عايزه ايه. احنا بنبارك لك وبنشكرك شكرا جزيلا. دينا مشرف نجمه مصر والنادي الاهلي في تنس الطاوله وصاحبه التاريخ الكبير، بشكرك شكرا جزيلا.